يعني كنا بنتكلم عن الغيرة، وانتقالا من حتة الغيرة عايزة أعرف، أنت كنت بنت مدللة؟ جدا جدا كنت مدللة جدا، بس مدللة مش التدليل اللي هو اللي يعني بيبوظ الإفساد ده يعني مدللة بأن أنا حبيبة أبويا، طلباتي كلها مجابة قبل ما أحلم بالحاجة بلاقيه بيعملها لي الحقيقة. يعني هو كان حنين جدا وكريم وسخي جدا وطويل البال جدا، على ان احنا مثلا سي مثلا سافرنا مثلا نعمل شوبينج مثلا، واحنا نعمل شوبينج واحنا مسافرين، لا يا عيني يقعد ويستنى ويصبر علينا لما نقعد نلف انا ومامي. ده الرجاله ما عندهمش طولة بال على الشوبينج. لا يقعد يا حبيبي ويصبر ويحط اكياس جنبه ويستنى، وعايزين حاجه تاني متاكدين، طب نفسي جبتي كل اللي انت عايزاه، طب شوفي لو عايزين حاجه تاني. يعني ما عندوش حته ان هو يتأفف او يزهق او كده، لا كان دام احنا مبسوطين او طالما هو بيعمل لنا الحاجه اللي احنا نفسنا فيها كان بيبقى بمنتهى السعاده. وقعدته في البيت معاكوا كانت عامله ازاي؟ يعني كان كوميديان، بيقعد يضحك معانا ويهزر معانا ويقول لنا في افيهاته ويتريق علينا ويهزر معانا، يعني قعدته دمها خفيف قوي يعني وبيبقى كان لذيذ. بيخش المطبخ مثلا كده يحضر لكم فطار، ولا ما كانش ليه بقى هو في الحاجات دي خالص؟ خالص؟ لا هو كان يعني ايه محمود زي بيه، زي ما احنا شايفينه هو كده. محمود بيه، فهو كان هو بيه قاعد كده يعني قمر وجان. بس هقول لك حاجه، كان في حته اللي هو في نفس الوقت ما بيحبش حد يعمل له حاجه قوي برضه. يعني مثلا ايه، اصحى مثلا من النوم عنده ميعاد بدري، فاصحى الاقيه واقف عمال يكوي القميص بتاعه، طب بابي ما طب انا اكويه لك، طب ما البنت اللي في البيت هنا تكويه لك، طب يقول لي لا 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 ما بيحبش تعملي حاجه، ما بيحبش حد يعمل لي حاجه، انا بكوي انا بحب حاجتي اعملها، ويوضب حاجته ويظبطها وكده. يعني اكله وشربه الحاجات دي التفاصيل دي هم يعني ما بيخشش المطبخ، لكن تفاصيله الخاصه بيه هو لا بيحب هو يعملها بايده. طب رانيا، كلام ما بيننا كده، تفتكري مره زعلتي وتاثرتي قوي وحبيتي؟ كذا مره، مش مره واحده، كذا مره، بس كانت بتبقى حاجات هبلات يعني. بس اكتر مره هي اللي كانت المره اللي انا كنت عايزه بتكلم معاه ان انا عايزه امثل وهو رافض ان انا ادخل معاه التمثيل. كنت عايزه اسالك عن الموضوع ده. دي اكتر مره انا هو يعني زعلنا من بعض وكنت متاثره ان هو مش مستوعب ان انا عايزه اخش مع التمثيل، او مش حابب ان انا ادخل معاه. يعني انا في التنسيق قال لي يخش اي حاجه غير مع التمثيل. فقلت له ليه؟ قال لي علشان انا مش عايزك، يعني خايف تغيري رايك بعدين، خايف ما تحبيش الفن، خايف لما تحسي انك انت اشتغلتي تلاقي ان الموضوع صعب عليكي، او لانه الفن صعب ومليان يعني مشاكل كتير ومجهود كبير، والفنان ممكن النهارده يبقى مطلوب بكره ما يبقاش مطلوب، يعني في مصاعب كتير بتمر في الفن. انا مش عايزك تخشي في المقاسه دي كلها، عشان انت لو في حاله انك انت ما رضيتيش ما كملتيش في الفن بيبقى عندك شهادتك تقدري تشتغلي في اي مجال اخر، لكن تتخرجي من اكاديميه الفنون انت كده مش هتلاقي شغلانه تانية تشتغليها.